كيف المهام حلو. مثلا محلية بالحجر والغرق في بطول محوالي من 4 جمعيات زراعية متضررين بشكل كامل في النهاية. عندنا أكثر من 3000 أبدان بتقارير وزارة الزراعة مع تقريش المياه والمواطن. وفي نسخة عن الأمان بين من الفترات دي وفي نسخة عن وكيل وزارة الزراعة. الكلام ده من بدأ من 2015. ودلوقتي سعادتك مفيش أي إنجاز مفيش أي حل على أرض الواقع. إحنا أولادنا شرد ومدارس بسبب الجوع والفقر والحل الأمني. إن أرضنا كلها بار 10% بس اللي بيزرع بيزرع على بار 200. أنا في نهاية هضر 200 على فتح عبد الرحمن تاج وفتح الإهالي. مدينة المحطة قبل السنة بتاعتك يا باشا احنا بنتظر. انت عارف ان هي ادرجت في الخطة السنة دي. تمام. احنا عايزين بقى الاستعجال. احنا داخلين على محصول القمح واحنا بنستنى سعادة الوزير من السنة للسنة بنستنى محصول القمح. مطرح تذكير السنة لا مطرح تاني قليل لا احنا سعادة الوزير من السنة ناخد الوقت الخطة المختصة على الإعلام. لا الإجراء دي لم يعد.